عدد الإعلاميين اللي بتوثق فيهم ثقة مطلقة؟ مفيش، واحد أو اثنين. مين الواحد أو الاثنين؟ ده بحكم صداقتي ليهم يعني، وأعرفهم كويس يعني. تامر أمين من أصدقائي، وحاسس إن هو منتمي شوية للبلد وبيحبها. وخيري رمضان من أصدقائي يعني. اللي حصل مع خيري رمضان برأيك كان عادل أم لا؟ إحنا عندنا عيب هنا، إن أي حد بيغلط ولو غلطة مهنية بتشهر في وجهه الأسلحة والسكاكين وبيطالبوا بإعدامه في ميدان عام. لا، الإنسان بطبعه بيخطأ. مش معنى إن أنا راجل بقالي 15 سنة بشتغل ماشي بشكل مهني كويس في الإعلام وجيت غلطت غلطة إن أنا أتعدم. نفس الحكاية ريهام سعيد، لأن ريهام بتمثل معايا في مسرحية، ف ما هي ريهام عملت حاجات كتير خير، وفعلا في ناس اتعالجوا على ايديها وفي اطفال اتعالجوا. ما ينفعش انها غلطه سجن او جلد. خير رمضان غلطه بعد او سجن. او ليه احنا كده؟ معلش، في عقاب، في جنح وفي جريمه. في قصص مقبوله يعني، ما بدها هالقد مثل ما بيقولوا ثوره اعلاميه كبيره. وفي قصص لا تستحق بالفعل انه يكون في. لا احنا ما عندناش قصص، لا احنا عندنا كل قصه بتحدث بيتعمل حواليها ضجه كبيره.